عن كريس لانه كريس حبستها بغرفتها جوا. مجنون مجنون. قفلت عليها البيت. بتعرف اختك كثير منيح ما رح ترضى انه ما تنسى. قلت لها هلا عم جرب تفتح يمكن عم تنط من الشباك من برا نشوف فيك هلا نازله من الجنان. سوبر قفلت عليها البيت. اللي صاير انه اليوم عيد ميلاد كيكي. نحن امبارح كان عندنا حفله كثير كبيره بالجنينه عندنا وانا قايل لها لكيكي انه يا كيكي امك هون وبيك هون واهلي كلهم وضغط كثير تصوير بهيدي الفتره رمضان كل يوم عم نصور. فقلت لها كيكي خلينا نعمل بريك من عيدك خلينا ناجل شي اسبوع بس وانا ركزت شوي. ما انا عارفه كيكي انه نحن محضرين لمفاجاه اليوم رائعه. رح نقلب لك الجنينه برا كلها لعالم الاميرات. رح نعمل لها قصر لديزني. كل شيء رح يكون عندنا بينك. الكيك يعني الكيك قصته قصه. ما حدش بصراحه جاهز لليوم؟ نعم. جاهز لمفاجاه مامي؟ نعم. ايه طيب شو بدك تقول للي منو بعد مشترك بالقناه؟ اشتركوا بالقناه اشتركوا بالقناه وسبسكرايب بالقناه وفعلوا الجرس واعملوا كثير لايكس لكيك على هذا الفيديو وكومنتس فجروا لها الكومنتس عايدوا واتمنوا لها كلكم سنه سعيده. وكمان رح نزل هلا لكيك على انستغرام صوره من قلب البول من قلب الحدث من بعد ما نكون حولناها لديزني. رح ننزلها صوره على انستغرام. تخيلوا كلكم اللي عندها رح احط لكم حسابها بصندوق الوصف سوبرز. تخيلوا اعملوا لها لايك على الصوره اتمنوا لها كمان على انستغرام عيد سعيد. يا توني مرحبا على جديد صور يا عالم يا سوبر سلمت من اوضه بصوتك ما عم بخبرني شو طيب لحظه صباح الخير صباح الخير مرحبا كيكي بتعرفي شو المشكله؟ لمين بدك تشكي؟ بدك تشكي لامك لبيك لخيك لمرت خيك ما كلهم مشاركين معي كلهم مشاركين معي ما في حدا تشكي له ابدا اجلسي كم اجلسي اذا بتريد اول شيء اجلسي انت اليوم بدك تضلك ريلاكس اليوم عندك يوم ريلاكسيشن لقلك كوني مرتاحه فيه أوكي. بدك تقعدي بعد هون نص ساعه وبعدين بدي ارجع اطلع لك انا شو تلبسي أوكي. انا رح احدد لك كل شيء اليوم مش عم بقول شيء يا هلا جيسي جوزي حبسني بالاوضه انا ما شفت شيء لك شو كذب يا حو انت بالاوضه والباب مفتوح وما في شيء فيه اوعى تجرب تحرك من محلي ماريكا سيت نكست تو كيكي اوكي ماريكا ناسينارو ماريكا رح تضل معك تقريبا نص ساعة جيسي سلمهم كاميرتك خدوا كاميرا حبيبي كمان اقعدوا وصوروا اعملوا البدكونية احكي عني انا وخيك اذا بدي ونحن نص ساعة برجع بجيب لك شو تلبسي وبقول لك شو بدك تعملي ماشي اوكي كي. ماريكا جاست 1 مينيت بليز كم يلا يا حبيبي بدك شيء باي كيكي تشاو جايز الى اللقاء معقول ما بدك تخبرها مان؟ اكيد ما ولا ممكن نو واي ولا بليز تيل مي واتس هابينينج ماريكا سوبرز نحن عندنا هون التجهيزات كلها بدأت كل شيء بينك ليكو البالون بدي اقول لكم كمان شغله كثير مهمه انه جي سي جايب لكيكي مفاجاه بمناسبه عيد ميلادها كثير 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 حلوه رح نعطيها هيدي المفاجاه اول ما نخلص لعب برا فاول ما تخلصوا هيدا الفيديو رح احط لكم رابط فيديو جي سي بصندوق الوصف ادخلوا وشوفوا بشو فاجئ كيكي بمناسبه عيد ميلادها صباح الخير يا عبد الله صباح الخير عبد الله تعودتوا عليه عبد الله بيرافقنا بكل المناسبات ليك شو عاملين لكيكي ليك 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 فادي شو عم تعمل؟ عامل انت تور؟ نعم عامل انت تور بولين ايه حط عليك بابا وافتح ايديك حط عليك مين عم بيحضر زينه لماما؟ واو برافو ما عرفت
شو استفدنا نحن هلا؟ اما المفاجأة الأكبر هلا، قصر الأميرات اللي قلت لكم عنه يا حوي هون بالجنينة. بابا فادي روح نفوخ قصر الأميرات لنفرجيه للسوبرز. هيدا مارفل اجا شيء. واو انتوا فرجيكم اياها من قدام. ليكو 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 سوبرز، ليكو ديزني برنسس كلها كلها كلها، ليكو الله قصر. هيدي لعبه سوبرز، هلا بدنا نحط عليها مي وننزل ونقعد ننزل ونلعب بالبول. ليك الولاد بلشوا. يا مارفل يا فادي يا مارفل، نزال يا بابا نزال نزال. هلا بابا نحط عليها بعد مي بتصير تزحت اسرع وبنصير نوع ونضلنا جايين ضلنا جايين. عبو ليك 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 هيدا الصغير، ليك الصغير عم دور على محل في من الشمس. تقلكم شغلة، تقلكم سوبرز معلومة عن كيكي. كيكي كتير 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 بتحب البرنسسز، كتير بتحب ديزني برنسسز. كانت دايما تقلي انه يا شو حلو لو خلقاني بعصر القديم ايام الاميرات، ولما كانوا يلبسوا هيدول الفساتين العريضة كتير بتحب. فانا كتير حبيت انه هلأ السنة على عيدة حقق لها هيدي المفاجأة وجيب لها قصر لاميرات ديزني لعندها على البيت، ونقعد نلعب ونتسلى بنفس الوقت. وبدي لكم كمان شيء تشويقي رح يصير معنا بالفيديو اليوم، انه الكيك كيك عيد ميلاد كيكي رح خليها تقطعها داخل البول داخل المسبح. رح نزل لها الكيك على المي وتقطع الكيك ونغني لها من داخل البول. ماريكا open the door please. وين كيكي؟ اوه يا شو هيدا؟ هدول التياب اللي رح تلبسيها. كله بالاتيكيت، كله بالاتيكيت. يلا جهزي حالك. اوكي جهزي حالك وخليك هون، انا برجع بطلع بقول لك شو بدك تعملي نيكست. اوكي يلا. صباح الخير. واو واو، لا رح تنبسط فيه كثير كثير. انا اكثر شيء عجبني كمان التيجي. حبيتي انقذينا، بعثتي كيك من البيت. حبيتي بعرف شو بدنا نحطه. يلا حبيتي دخلك. كل شيء صار جاهز، وهلا صار الوقت انه نقول لكيكي تخرج من الغرفة. بعد في ايتم واحد كمان لها. كيكي افتحي لي الباب بليز حبيبي، حطي هيدا على راسك اعملي معروف، حطي على راسك اذا بتريدي واعطيني ايدي ماي برنسس. وتفضلي معي. يا 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 سربرايز سربرايز. او برنسس، مين برنسس؟ مين برنسس؟ ولمين هيدا القصر كله؟ فعلي بدي اعيش فيه. ما هيك ما بينا على الساحة أول شيء لحتى ما تشتلقي عايشين. يعني شو عم بيصير؟ كيكي قد ايه بتحب قد ايه بتحب البرنسس، قد ايه بتحب ديزني برنسس. اليوم عيد ميلادي. ما بعرف صغير. اليوم عيد ميلاد طفولة. اليوم كلك بينك ألعاب. بدك هلا تغيري ثيابك، بدنا نطلع ننزل، بدنا نتسبح، بدنا نلعب. اليوم عيد ميلاد طفولة بامتياز. كل البول ايه كل البول. صراحة كان بدنا نمليها كلها، كان الهدف كلها تكون بوين، بس انفجر شي 1000 بالون وضل شي 200 بس صامدين على الشمس والهواء وكل شيء. هيدي شو؟ هيدي تعال افسرلك. تعي كيكي هيدي هوني، منطلع هيدا هون درج تطلع عليه، وهون بنكون حاطين شوية مي وبننزل وبنجي بالبول. هيدا عيد ميلاد ولا قصاص؟
عقاب عقاب كيكي بدأت تعمل أكوا بارك كيكي كيكي It's your castle. شنو إذا كبرت سنة رح يروحوا مخاوف في الحزقة ما جبت لك شي صعب كيكي بتطلع عليا لهون وبتنزل من هون هي بس 15 متر بس كتير ما كتير هذا أطول من الفيلا ليك الفيلا طولة وليك أنت جاهزة ليكون عندك أجمل بيرثدي طفولة جاهزة أوكي هلأ بدك تغير تيابك لا ما فيك تنزل هيك بس هدول التياب رح نرجع نلبسه لما تخلص لأنه بعد فيه مفاجأة تانية من خيك اوكي هلا بتطلع بتلبسي تي شيرت جازمين لانها ديزني برنسس برنسس وبعدين كيك وبعدين كيف يلا جو 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 يلا يلا شو برنسس شو برنسس كل حدا بدي صوري واو ليك جازمين ليك انت بدك ان الصبح واقف على الشباك تبعك مارفل ليك شكلي ما تعال من هون كيف مبين ليك 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 مبين ليك 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 سوبر سلايكم من ارتفاع ليك 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 كان بدي البول كل بولين بينك بس ما زبطت هيك حلوه حبيبي انت Are you ready? وهيدول مارفل وفادي رح يفتتحوا اللعبة فادي وسيل يلا يا بطل يلا يا بطل شو جي سي عم بزود شوية مايكل ما تصير تزحط أكتر يلا يا فادي شو يا بطل هيدا مارفل عم بجهز حاله يلا يا مارفل يلا يا بابي يلا يا بطل شو كيكي يلا انت حبيبي جي سي صار فوق نازل جي سي احلى برنسس يلا يلا انزل يلا 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 ايوه يا بطل ايوه يا بطل يلا جو 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 يلا يا كيكي يلا 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 ستك لي ماي سلي 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 جو 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 يلا ماريكا جو لا تسحطي يلا جو جو ماريكا جو 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 بكشر لي بالدالي خليها وعيش انا محضر كمان الاندر ووتر كام تاخد كمان بي او في ونزل السوبرز معنا نحن ونزل السوبرز بدي اصور لكم كمان النزله يلا اوكي والكاميرا معي يلا بابي بابي يلا مشوا مشوا مع بعض مشوا مع بعض سوبرز اوكي هلو برنسيسز اوكي نحن صرنا فوق واو لك وين هي جايز وين هو شبايين بتاعك يلا سوبرز انا اقعد اوكي يلا اعتبروا انه هول عيونكم انتو ونزلين هيدي النزلة معنا يلا 3 2 1 واو طفا يا حبيبي انا يا دادي واو ليك من عمي هي شفتك هربان يلا اطلع يلا اطلع يلا اطلع يلا اطلع يلا الصبايا قرروا يطلعوا مع بعضهم يمسكوا ايدين بعضهم وينزلوا We'll be right back.
هي دخيله انا مين اللي برد مار في البلد ظهرني من الواي بابا انا كتير مبسوط يا حبيبي شو يا جماعة مبسوطين كيك تايم كيك تايم كيك تايم يلا وين رايحة وين رايحة كيك تايم طالعين كيك تايم انت بتضلك بقلب الماي انا بضل بقلب كيك تايم خليك بقلب الماي جي سي يلا يلا بقلب الماي دغري توني هوم انا هحط الكيك ايوه الديكوريشن اوعى تبرمي لا ما فيك لا ماريكا واو 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 اوعى تبرمي خليك اوعى تبرمي اوكي اوعى تبرمي اوكي يو برو اوكي Happy birthday to Kiki. Happy birthday to you. Wow! Kiki عم تسقط عيد ميلادها بقلب البول. يا ميك ا ويش. ميك ا ويش. كيكي شو وضع البرد؟ بردانة بس معلي معلي ايه؟ تلج بس معلي طيب شو رأيك بالكيك؟ بعقد كل شي بعقد يا حبيبي دوني كتير مبسوطة لك يا حبيبي سوبر كتير مبسوطة انكم عم تشاركوني هاللحظات الحلوة يعني عن جد شو بدي اقلكن عيد طفولي عيد برنسس توني عم بحققلي احلام طفولتي عيلتي معي انتو معي بتذكر سنة الماضي لما كان عيد ميلادي كمان موجود على القناة كانوا على زوم هني فجأت باهلة سنة الماضي على بلوك داون وهني مزروبين بطخوا اذا مش شايفين بعد فيديو عيد ميلاد كيكي سنة الماضي شوفوا شو صار كتير تأثرت سنة هني معي يعني عن جد عن جد شي رائع اللي صار سوبرز يعني عن جد وجودكم 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 معنا وجودكم بحياتنا كتير 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 مؤثر بضاعف الافراح وبضاعف الافراح من اول ما بلشت الفيديو قلت لهم يكتبوا لي كومنتس معيده وقلت لكم انه رح نزل لك صوره على انستغرام هلا من الكيك من المي تيعيدوك عليها فبس ادري شو رح يصير ادري بس هالحب ادري هالناس ادري هالسوبرز عن جد هيدول انتو يعني انتو شي تاني انتو حلم كل شخص بيتمنيه كل حدا بيتمنى هالحب صح كل شخص بيتمنى تكونوا انتو موجودين ايه تكونوا انتو السوبرز تبعوله بس انتو اللي احنا انتو قلنا انتو قلنا نحنا طيب نحنا هلأ ليك شو رح يصير في هلأ جيفت لكيكي مفاجأة كتير كبيرة من جي سي هو عم بصور على كاميرته من هوني اوكي اللي بده يصير بدنا نطلع نتحمى ونغير تيابنا ونتوجه على مفاجأة جي سي وانتو بتخلصوا هيدا الفيديو بتعملوا عليه لايك وكومنت وشير وسبسكرايب وكل شيء وبتنزلوا على الديسكريبشن بتشوفوا رابط للينك بتفوتوا عليه بهيدا الطريقة بتصيروا بفيديو جي سي وبتشوفوا شو المفاجأة سوبرز وي لاف يو هيدا كان عيد ميلاد كيكي هيدا كان عيد ميلاد كيكي للسنة ان شاء الله تكونوا حبيتوه وانبسطتوا فيه شوفوا فيديوهاتنا الباقية على القناة شوفوا عيد ميلاد كيكي سنة الماضي شو صار بنحبكم كثير بوسات كثير باي